طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. ما أنه إحنا على أساس حكم إسلامي ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وأمان الله. إذا عندكم مروءة وعندكم إنسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جيتوا بجنطة تطلعون بجنطة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. اليوم اريد نتحدث في بدايه هذه الحلقه حول الحكومه اللي صار لنا ننتظرها اكثر من سته اشهر، يعني سته اشهر مرت تقريبا على جلسه منح الثقه لحكومه التسويه برئاسه عادل عبد المهدي، واللي اتفقت عليه الاحزاب النافذه في البلاد ضمن صفقه دعمتها النجف للوصول الى حل بشان ازمه الكتله الكبرى التي افرزتها انتخابات البرلمانية التي أثارت الكثير من اللغط حول نسبة المشاركة الضئيلة والتزوير الكبير الذي تخلل هذه الانتخابات، وفشل كل القوى في الحصول على ما يؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها. وعلى الرغم من ذلك لا تزال البلاد من دون وزراء للدفاع والداخلية والعدل ووزارة التربية. في ظل تصاعد معدلات الفقر والبطالة وتردي واقع الخدمات بعد 16 سنة من حكم من حكم الأحزاب السياسية التي جاءت مع المحتل الأمريكي، ومع أن حكومة عبد المهدي تعد السادسة منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003، والتي من المفترض أن تشهد تطورات بالعمل الحكومي اعتمادا على تجارب الحكومات السابقة سياسيا وخدماتيا، إلا أن أي من ذلك لم يتحقق وسط تسريبات تحدثت عن مشاكل جمة في مكتب عادل عبد المهدي مع تكدس ملفات الوزارات الشاغرة والتي شغلها رئيس الحكومة بالوكالة حاليا. وعلى الرغم من إعلان القوى السياسية العام الماضي عن ما عرف بوثيقة لإنهاء المحاصصة الطائفية في الحكومات وتحديدا في المناصب ذات الاختصاص، إلا أن الموقعين تجاوزوه في الصراع على المحاصصة فيما تبقى من وزارات، وخضعت الوزارات الباقية اللي شكلت واللي تم تعيين بها وزراء إلى المحاصصة كذلك. أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يوم أمس الأربعاء وجود أخطاء وهفوات كثيرة في الدستور وبعض القوانين المورثة وتحتاج إلى تصفية. عبد المهدي تحدث في كلمة له خلال حضوره لاجتماع لتحالف البناء، قال بأن التجارب السابقة للدورات التشريعية السابقة وكذلك كتابة الدستور كلها أنضجت تجربة للقائمين عليها من قوى سياسية وأفراد، وأشار إلى أن هناك أخطاء وهفوات في الدستور ربما قد تكون في القوانين، وهذه مسألة حقيقية تحتاج إلى تصفية القوانين من موروثات كثيرة ما زالت عالقة به، وهنا ينبغي أن تتعاون السلطتان من أجل هذه المهمة، يقصد السلطة التشريعية والتنفيذية. كذلك يوم أمس وبعدنا الحكومة ما شكلت وما كملت، يعني مثل ما أشرنا بقى أربع وزارات، رئيس تحالف أو عضو تحالف البناء جمال الكربولي أعلن عن انسحابه من تحالف البناء، وبين بأن ذلك هو خطوة أولى لتصحيح المسار كما قال في إطار البحث عن مشروع وطني على حد تعبير. في السياق اعتبر عضو ائتلاف الوطني حامد المطلق في حديث له
مع صحيفة العربي الجديد بأن الحوارات السياسية بين الأحزاب بشأن استكمال الحكومة لم تأتي بنتيجة لغاية الآن، ولا تزال وزارتا الدفاع والداخلية من دون حسم بسبب تمسك يعني طرف بوجهة سياسية أو جهة سياسية بحد ذاتها، ما زالت متمسكة بشروطها التي ترفض التنازل عنها، ومن ضمنه الأسماء وطريقة إدارة الوزارة، والأمر نفسه ينطبق على وزارة العدل التي تشهد خلافا كرديا كبيرا عليها. قال بصراحة لا جديد بشأن الحوارات السياسية، وقد تبقى الأزمة عالقة إلى ما لا نهاية طالما أن الأحزاب متمسكة بتوجهاتها وشروطها. هذا ما تحدث به حامد المطلق. معنا اتصال أبو أحمد من بغداد. تفضل أبو أحمد. صباح من بغداد. صباح، أهلا بك. صباح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. بالنسبة للشعب العراقي، احنا حاليا الكل يعانون من 2003 لحد الآن، يعني صار 16 سنة على هاي التشكيلات الحكومات المتعاقبة، ومع الأسف يعني ما أنجزوا فشي ولا حققوا فشي، ولا شفنا بالمراحل السابقة أن مشروع وطني، هم يحكون بالمشاريع الوطنية وجمال الكربولي وغيره وصالح المطلق وكل الطبقات السياسية يحكون بالبناء والإعمار والطائفية يقضون عليها والفساد، محاربة الفساد، لكن احنا واقع الحال والشارع العراقي ايش نقرأ؟ يعني هذا التخلف والجهل والتدمير البنية التحتية للبلد، والشخص الغير مناسب في المكان المناسب، ما اجانا وزير على كل الحكومات الراحات، وزير وطني عراقي شريف اخلص في عمله لخدمة البلد وخدمة العراقيين، ونشوف احنا يعني هاي الوساخة والبغداد، لا صار بيها اعمار، لا صار بيها بناء، لا بيها مدارس درجة اولى نموذجية مثل ما يحجون، مثل ما كذبهم على امريكان قبل، وكذبهم بالرأي الدولي ان العراق يمتلك أسلحة بيولوجية وهم المعارضة الحقيقية ولازم القضاء على العراق ولازم تغيير الحكم. هسه الحقيقة بينت أن هذول ناس لصوص وسراق، ما بينهم فتشي بالعراق جسر أو مستشفى واحد يفتخر به ويقول أن هاي حزب الدعوة والأحزاب الإسلامية الحاكمة بنت فتشي واحد يفتخر به. بالعكس، المرض والتخلف وانتشار المخدرات وانتشار الجريمة والبطالة والناس اللي خريجين دراسات العليا وغيرها والكليات كلهم عاطلين عن العمل، يعني إلا صير ببدر أو صير بحزب دعوة أو صير بحشد يلا في سبيل عينوك، أما الناس المواطنين الأبسطاء الأبرياء اللي تلقاه مهجر واللي تلقاه يعاني من هاي العيشة الصعبة اللي هي احنا كل هاي معاناتنا أقدر أبين لك إياها أنها سببها الصراعات السياسية لقادة الكتل، يعني صراعاتهم لحد الآن. ليش وزارة الدفاع وتعتبر هي سيادية ولازم يشرف على الأمن بالعراق وحماية الحدود وحماية غيرها، ليش وزير دفاع ووزير داخلية لحد الآن يعني ما خلم؟ ليش؟ شنو الأسباب؟ يعني هاي الوزارتين أهم من كل شيء، واحد الأمان والصحة، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى الأمان والصحة بحديث نبوي شريف، لكن لا صحة موجودة بالعراق ولا أمان موجودة بالعراق بسبب الصراعات السياسية الموجودة بين الرؤساء قادة الكتل. وإحنا نعرف الصراع، الوزارة الفلانية ب7 مليون دولار، رئيس البرلمان ب30 مليون دولار، هاي كلها على مصالح الناس. يعني أنت برأيك صباح، يعني بعد 6 أشهر من الحكومة، يعني عادل عبد المهدي أثبت أنه عاجز عن تشكيل الحكومة بشكل كامل، ألا يستطيع عادل عبد المهدي أن يهدد بالاستقالة والانسحاب يعني في حال بقاء الكتل على رأيها وتمسكها بأسماء معينة؟ المفروض هاي الحكومة فشلت تشكيل هاي الحكومة، وهاي 6 أشهر اللي تقول عليها أستاذ عمار، يعني بعد انتهت المدة الزمنية لتشكيل الحكومة، يعني عادل عبد المهدي فشل
بتشكيل الحكومة وبإقناع الطرف الثاني المعارضة سياسيا أن ينصب وزراء. يعني عادل عبد المهدي المفروض به هسه يقدم استقالته وفي سبيل ما يحمل ذنب على الذنوب اللي حاملها سابقا والجرائم اللي قاموا بها، يقول لك أنا أنسحب لأن إحنا السياسيين اللي نمثل الطبقة السياسية قادة الكتل ما جاي نتفق. يعني عادل عبد المهدي الأولى بي، والفشل هو من بداية لحد اليوم فشل عادل عبد المهدي. هاي الست أشهر شنو سووه؟ ما قدمهم حتى الوزارات اللي خلهم وزراء بيها، شنو اللي قدمه؟ شنو الطروحات اللي عندهم؟ شنو المشاريع بدون بيها؟ كله كذب استاذ الكذب. فعادل عبد المهدي هو وحكومته حكومة فاسدة فاشلة، يعني ما اجت برغبة الشارع العراقي. احنا نعرف ان الامريكان فرضهم تصعيد نسبة الانتخابات من 18% الى 45 او اكثر بهالحدود هذا، لكن الانتخابات كانت يعني مرفوضة من الشارع العراقي، لان نعرف احنا هاي الوجوه نفسها راح ترجع تحكم الشعب العراقي على الخالي بلاش، مجرد بس سرقة المال العام وما جايين يبنون، ما جاي يبني جاي يهدم، جاي يهدم ما موجود. وعيب عليهم قاعدين بقصور صدام الله يرحمه وقاعدين بوزارات اللي بناها صدام، ويستغلون الطرق اللي بناها صدام، ويستغلون المستشفيات اللي بناها صدام، ويستغلون المدارس اللي بناها صدام، ويستغلون السدود اللي بناها صدام، اللي سدود حاليا حمت بعض الشيء، حمت الناس والعراقيين من هاي الموجة الفيضانات اللي جدتي حمتهم. يعني لا. الحكومة شنو إنجازاتها اللي قبلها حيدر العبادي شنو إنجازاته أستاذ، أو المالكي دورتين شنو إنجازاته في سبيل واحد يحكي، وهي محسوبة الحكومة على 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 المذهب الشيعي. يعني شيء ام ابا، ما احنا ما نريد نحكي طائفيه، لكن حكومه الاحزاب الاسلاميه حزب الدعوه والمجلس الاعلى وبدر والصدريين هي الحكم لهم، والحكم 16 سنه هم يتحملون وزر كل مظلوم وكل جائع وكل مال انسرق بسببهم. فهاي الحكومه الشيعيه اللي 16 سنه، نعم 16 سنه، شنو اللي سوت؟ شنو سوت الجنوب العراق؟ نعم. الجنوب العراق جوعان اكثر من غرب العراق اللي احنا حاليا متهجرين، لكن نعرف ان احنا شيعة العراق الاصليين كلهم مضطهدين ومغلوب على امرهم بسبب هاي الحكومة اللي منسوبة لهم، لكن هي ما مثلتهم ولا اي بناء ولا اي اعمار، مجرد شبابهم راحهم معارك خسرانة ومعارك محسوم امرها بين الارهاب وبينهم، وراح خسرهم اولادهم في سبيل يبقى هادي العامري وابو مهدي المهندس والمالكي وابو العصائب وغيرها، يبقون يحكمون واولاد ابناء الجنوب كلهم راحوا ضحيه لهاي الكراسي ولهاي الوجوه السياسيه العفنه. نعم، انا اشكرك صباح من بغداد. كان معنا اتصال سامي من بغداد. سامي، عادل عبد المهدي البارحه يقول انه الدستور به كثير من الهفوات والقوانين اللي كانت في الدورات السابقه، ولغاية الآن إحنا الحكومة ما مشكلة بعد 6 أشهر، شنو رأيك؟ السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لحضرتك وإذاعة القناة. أستاذ عمر أرجوك، يعني أقول لك شاكر وأنا أعتذر، ما عندك شديد الاعتذار أصلاً. أنا مرت صراحة أريدك بس تفرد وأسمع كلام الإخوان، الصراحة مرت أخاف. بس يا أخي العزيز، السودان بلد عربي بمجموعة من الطوائف، بنسبة كثيرة من السنة وبالشيعة وبمسيحيين وقليل من اليهود. يا أخي العزيز، يعني والله قلبي قطر دم. يا أخي العزيز، البارحة السودانيين بدوها مظاهرات سلمية، ولا واحد ما عنده شال سلاح. يا أخي العزيز، بدوها سلمية البارحة، وبعدين هسه اليوم عمر البشير تحت الإقامة الجبرية. الجيش قال كلمته يا أخي العزيز، والله أني يعني هذا كله الشعب العراقي هو مسؤول عنه، لأن هؤلاء الصراحة إحنا ما نجيب كلام من جيوبنا. السياسيين الشيعة هم المسيطرين على الحكم يا أخي العزيز. وهل أبرة هاي المخدرة لشعبنا؟ شعبنا فرحان بها ومكيف بها. شوف يا أخي العزيز، شوف دولة السودان، يعني مين يجيبون السلاح؟ هسه طيران العمر البشير، واحنا هنا قاعدين كل واحد أعمامته شكبراته يحكي بالدين وكذا، وهذا هو كل حرامي وسارق. مبروك للشعب العراقي يا أخي العزيز، مبروك كل زين، وخليهم نايمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سامي من بغداد كان معنا. مقارنة يعني صراحة واقعية، أنه هذه المظاهرات السلمية كانت في الجزائر أو السودان يعني أتت بنتيجة، وهذا ما نأمله أن يكون في العراق عن طريق تظاهرات سلمية تأتي بنتيجة لإزاحة هذا النظام السياسي اللي صار له 16 سنة ما قدم أي شيء للبلد، ولكن بالعكس زاد من مآسي المواطن العراقي. معنا اتصال علي من بغداد، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية إلى كل المشاهدين ومبروك على ذكرى التأسيس السنوية لقناة الراقدين البطل. يا هلا بك، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. أنا شوية يعني عندي خبرة بالأمور الأمنية، وهذا بصفتي مدير أحد الشركات التحليل الأمني والدعم اللوجستي، وعندي اطلاع على شوية وثائق وعلى بعض الأمور اللي تحدث مع الأمريكان، بين الأمريكان وبين الإيرانيين وبين حكومة. شنو وظيفتك علي؟ وظيفتك؟ فهسه أنا أريد أقول لك على موضوع عادل عبد المهدي. عادل المهدي أنت ذكرت لي أنا وظيفتي كذا، أنت حاليا هاي وظيفتك لو شنو؟ أي نعم، لازلت موجود على رأس عملي. مدير شنو؟ مدير احدى الشركات الدعم الامني واللوجستي بالعراق. اقدر اقول اسمه لانه المهم بالعراق. نعم نعم تفضل. هي لا فرع بالعراق ولا فرع بالدول المتعدده. المهم عادل عبد المهدي طبعا الكل يعرف انه هو يعني اجى تولى الحكم بالتوافق من قبل جهات وأحزاب معينة. الآن عادل عبد المهدي، أنا سبق وأن ذكرت أنه عادل عبد المهدي إجى للعراق حتى يسلم العراق لإيران، يعني ارتباطه بإيران ارتباط جدا قوي ووثيق. يعني حتى آخر مرة مدح وقال لولا بركات هذا المنتدى الإيراني اللي قاله بآخر مرة آخر رقاب اجتماع مع الإيرانيين، مدح وقال لولا بركات الخميني لما وصل إليه العراق من تقدم. هذا منو قال؟ هذا عادل عبد المهدي قاله بالمنتدى الإيراني الأخير اللي في زيارة الإيران. موجود على اليوتيوب تقدر تراجع يعني تشوفه. نعم. المهم فالآن بعد الضغط الأمريكي على عادل عبد المهدي لتقليم أظافر إيران في المنطقة، طبعا هناك ارتباط إيراني وثيق مع عادل عبد المهدي. نعم. فما يقدر هو طبعا يتملص، فهو رجع على الدستور، يريد يعدل من فقرات الدستور بما يتوافق مع المصالح الإيرانية. نعم. هو يعني نسى أنه أمريكا يعني هي اللي طبعا الامريكان احتلال امريكي، هذا ما احنا متفقين عليه. نعم. ولكن نسى ان الامريكان هم اللي دعموا المعارضه العراقيه، وانقتل كل رئيس حزب 50 مليون دولار قالت له روح سوي حزب. هذا كل المهاجرين العراقيين يعرفوها الشيء. نعم. ونسى ان الامريكان هم اللي جابوهم ودخلوهم على ظهر الدبابه الامريكيه، ونسوا ان الامريكان يدفعون سنويا الى الحكومه العراقيه مبلغ وقدره حتى تظل الحكومة العراقية واقفة على رجولها. نعم. زين هذا أسألك علي، يعني أنت برأيك مثلا علي، يعني مثلا نعم، برأيك هل درجة عادل عبد المهدي رئيس الحكومة عاجز أنه مثلا على سبيل المثال اليوم يقول أنه أني عينت فلان وزير للدفاع وفلان وزير للداخلية وفلان للتربية وفلان للعدل، وما رجعت لا للكتل ولا للأحزاب، وهذا الموجود يعجبكم يعجبكم ما يعجبكم أنا أعوف الحكومة وأمشي، يقدر لو ما يقدر أستاذ يعني يختار أسماء من عنده؟ نعم. ما راح تثبت الأيام القادمة. نعم. راح تثبت الأيام القادمة إنه التعيينات هذه جاءت بأملاءات وأوامر إيرانية وبما يتوافق مع المصالح الإيرانية. هذا 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 أنا متأكد منه باليوم المئة بدون ما أدخل بالتفاصيل لأنه عشان وقت البرنامج.
نعم. زين نرجع على الأمريكان، الأمريكان أنطوا ضحايا 75,000 أمريكي. نعم. في أثناء مع المقاومة العراقية الشريفة. هل تعتقد أن الأمريكان راح يعفون العراق؟ والله ينتحرون ولا يعفون العراق الأمريكان. زين؟ يعني المقاومة انصدموا بها هم الأمريكان، ولا هم متورطين ورطهم محمد الشلبي. بس من جوار العراق تورطوا بالمقاومة. بس سووا الأمريكان؟ سلمونا الإيران، قالوا على مبدأ روح جرب غيري تعرف خيري. فسلمونا الأمريكان على مود شنو؟ احنا نجرب الإيرانيين، طبعا الإيرانيين الفرس المجوس أثبتوا شدة يعني كرههم للعرب وللإسلام وللإنسانية، يعني على الأقل الأمريكان أهل كتاب، لكن الفرس المجوس يعني لا يقارنون بالقسوة والأذى اللي سببوه للبشرية. نعم، أنا أشكرك علي من بغداد، كان معنا اتصال. أشكرك علي، عذر على المقاطعة. معنا اتصال أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله يا أهلا بك. أبقاك الله، تحية لك وتحية للقناة، تحية الكادر القناة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لما أدري هي إذا لم يتحرك الشعب العراقي، هذا رئيس الوزراء لما يسمى برئيس الوزراء هم أصابع، هو تابع لإيران، هو واحد من أتباع الخام من عليه من الله ما يستحق، فهو عدو العراق. نطالب الشعب العراقي ونطالب الجيش العراقي أن يتحرك، ولهم أسوة في السودان الشقيق، وتحية للجيش السوداني وقوفه إلى جانب الشعب. فنطالب من الشعب العراقي، شعب ذات تاريخ يعني، ويعرفونهم خونة هذول وعملاء على الشعب العراقي، هذا الشعب التاريخي يعني. والدول العربية إذا لم يتحرر العراق، فمعانات الدول العربية طويلة، ويبدأ التحرير من العراق، والشعب العراقي قادر إن شاء الله بسوى أبناء والشرفاء أن يخلصوا العراق من هذه الجرثومة الإجرامية التي دمرت الوطن العربي وتصدر الإرهاب للوطن العربي. والعراق لا يوجد دولة منذ اليوم من 2003 لحد الآن لم يستلم العراق رئيس، وإنما هم لصوص وحرامية وأتباع إيران. وتخيلك وعايش العراق. حياك الله أبو فيصل من السعودية، كان معنا اتصال أبو خولة من كربلاء، تفضل أبو خولة. تسمعني أبو خولة؟ انقطع الاتصال مع أبو خولة من كربلاء. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نقرا بعض رسائل الساب. يقول ابو حسام النعيمي من بغداد، يقول تحيه لك استاذ عمر ولكل كادر قناه الرافتين. يقول معلقا حول موضوع الحلقه، يقول سواء اكتملت الكابينه الوزاريه او لم تكتمل لن يتغير شيء في العراق، لان كل الموجودين في العمليه السياسيه والبرلمانيين والمعممين معممي السلطه يقول هم افسد من الفساد، ولا يهم العراق وشعب العراق، المهم عندهم مصالحهم الشخصية. يقول الشعب الذي يريد أن يعيش بعزة وكرامة عليه الانتفاض ضد هذه الطغمة الفاسدة المجرمة التي تسلطت على رقاب الشعب العراقي، ولينظر الشعب العراقي إلى ما حدث في الدول العربية وآخرها في السودان. أستاذي الفاضل، إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ويقول هناك قسم من الشعب قد رضي بالذل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول أبو خولة من كربلاء يعاود الاتصال معنا، تفضل أبو خولة. نعم أبو خولة، تفضل.
تفضل. نعم اسمعك ابو خوله تفضل. بالنسبه للحكومه حاليا يعني ما سوى شيء، صار لهم 16 سنه. نعم 16 سنه لا بنوا رصيف، لا بنوا مدرسه، لا بنوا جسر، لا سوى خدمات زينه يعني. هسه لا تحكي بدل شاي انك انت باعتي، شنو باعتي انت؟ يعني احنا هذا وضعنا بالبلد هذا حيل تعبان. يعني اللي خدم 30 سنه 40 سنه بالدوله العراقيه راسه يعني خد 50 دينار، اما راتهم عايم. هذا الدستور هو مو كلام الله، هو الدستور. الدستور سواء من فور برايمر يهودي كذب كذب. احنا نريد دستور عراقي. احنا محمد الحلبوسي ما شفنا شيء من عنده. لا محمد الحلبوسي ولا جماعه، نقول جماعتنا احنا العراقيين ابناء العامه، خلينا نقول طق طق. ما شفنا شيء من عندهم. محمد يروح الجزائر، يروح المصير، اذا مصر هي اللي ضربت الشعب الجيش العراقي بالاحداث. مو نفس حسن الله ضرب الجيش العراقي، ما في الكويت ولا ما هم دولة عربية. نريد دولة يعني عربية لتساند الشعب هذا المظلوم. من يعني من الجماعات العراقية يعني ما يقبل خارج من يعني بس هم دولة وزير الدفاع جينا سليم جابوري سليم من شنو؟ يا احنا نريد واحد عراقي يلزم البلد، هذا يلزم البلد، بلد تعبان حتى بدك مظلوم الشيعة. احنا شيعة مظلومين. ويقولون يعني احنا ننهج نفسنا زي الامام علي، لا يبا ما يوصلوا ذاك المكان ابدا، ما يوصلوا. كلهم ناس كفره زندقه ما كان. يقول اول ما جاوا حزب الدعوه احنا نجي نسوي فلان شيء وفلان شيء، طلع كله كذب كذب كذب. نعم زين ابو خوله، يعني انت برايك يعني ايش يمنع هاي الحكومات صار لها 16 سنه، ايش يمنعها مثلا من تعمير كربلاء والنجف والبصره والعماره والناصريه؟ لا استاذي ما شنو اللي يمنعها؟ ما جايين التعمير. نعم ما جايين التعمير. ترامب نفسيته، اوباما نفسيته، يقول لك اطلعهم من الشوارع، من المقاهي، من المحلات، من اصلا من الشوارع قاعدين. يعني ما عندهم لا ما هو قضيه يعني الرجل السياسي، لا كلهم يعني لا يا مسنين يجمعون معلومات من دول العالم، من دول عربيه. ما هو يعني مو سياسي هذا. لو معلم، لو بيع سباح، لو ما ادري شو يسوي، يغسل صحون بالمطاعم، لو معصوم قوم بقار ويبيع طماطم، يعني ماكو شيء. هاي ماكو عسار بالدرهم. هاي هاي السودان، السودان ما حد يسعى بثلاثة سافروا على الوضع في الماضي العصرين. احنا ما عندنا جيش، ما عندنا جيش، كنا من السياف تابع لنا للمرشد الايراني. يا اخي ما يصير هاي، مو وضعيه هاي. سوونا حل يا معودين، سوونا حل. وين جماعتنا ولا عدونا؟ نعم. أنا أشكرك والديك أبو خولة من كربلاء. معنا اتصال أبو عمر من السليمانية. تفضل أبو عمر. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا وسلامي إلى كادر قناة الرافدين. الله يسلمك. تحياتي وسلامي أيضا أخ عقيل من فرنسا. أستاذ عمر، بالنسبة طبعا بالبدايه اهنئ هيئه علماء المسلمين وكادر قناه الرافدين كلهم من وراء الكواليس وامام الشاشه مثل ما يقول، كلهم اهنيهم بمناسبه هذه المناسبه العظيمه. بالامس مرت عليكم ما قصرتوا، لكن انتم تستحقون ايه من القران وحديث من الرسول. الايه تقول من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا، صدق الله العظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. يعني ما شاء الله الآية والحديث تنطبق عليكم. ورحمة إن شاء الله، الله يا رب الدكتور حافظ الضاري وكل القائمين على هذا. الله 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 يوفقكم إن شاء الله. آمين في الدنيا وفي الآخرة. آمين. أشكرك أبو عمر، أشكرك جزيلا. نعم تفضل أبو عمر. نعم صار بالنسبة للعصابات اللي جت من 2003 اللي حد الآن مستمرة في حكمها، هاي مو بإرادتها، مو محض إرادتها جتي، لا جت بثورة من الشعب يعني استطاع أن يقوم به، جتي من خلال الاحتلال، وجتي على البسطال الأمريكي، كبر نقول على الدبابة الأمريكية، لأن الدبابة ما يقودها إلا رجالها، أما هؤلاء جاءوا على البسطال الأمريكي. طبعاً الصفة الوحيدة فيهم هو الاستخفاف بعقول الناس بصريح العبارة، من خلال المراجع الدينية ومن خلال دور السياسيين. هذول كلهم قسما بالله العظيم ولدوا بالفطرة منافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من جهنم إن شاء الله. هذا ما وعدنا به الله سبحانه وتعالى.
هؤلاء ما قدموا أي شيء، لكن الاستخفاف بمشاعرهم الدينية، بمشاعر بالسياسية، بالوطنية، بالقومية، استخفاف بكل الأشكال بعقول الناس، يضحكون عليهم والناس كانت تركض وراهم بصريح العبارة. يعني كم انتخابات جرت؟ احنا نقول الثلاثة الأوائل هو الشعب سلطة سبب من عنده، هو اللي شارك بالانتخابات انتخب هؤلاء، لكن هذه الانتخابات الرابحة لو تجي إلى صريح العبارة يا أستاذي العزيز يا دكتور عمر، أنت لو ترجع إلى تصريحات النائب فايق الشيخ علي قالها بصريح العبارة، قال ها يعني هو ما قال عليهم الحق، لكن أنا أقول عليهم الحق، هذا قاسم السليماني هذا المنحط دفع 10 ملايين دولار إلى أصحاب التيار المدني في سبيل إقناع الشارع العراقي بعدم المشاركة بالانتخابات، يعني كل واحد 1.5 مليون لحق له من مجموع 6 أشخاص، ويعرفهم كل زين نائب فايق الشيخ علي، يعرفهم فايق الشيخ علي كل زين بالأسماء، لكن أنت لو تيجي تربط تصريحات فايق الشيخ علي ويا فتوى المرجعية، المرجعية أيضا مشاركة في عدم مشاركة المشاركة بالانتخابات، حتى يقول هؤلاء المنحطون على الحكم وهذه العصابات اللي تحكم عليها. نعم، هسه الانتخابات صارت وانتهت، صار لها 6 أشهر. وطبعا الانتخابات باعترافهم انتخابات مزورة، ما شارك بها 18% إلى آخره، رفعوها الجماعة إلى حوالي 44% نسبة المشاركة. زين احنا صار لنا 6 أشهر لا عندنا لا وزير دفاع ولا داخلية ولا تربية ولا عدل، يعني معقولة انه الجماعة ما اتفقوا لهم على حل وسط؟ أستاذ عمر الحل مو بيديهم قسما بالله العظيم. نعم. دونالد ترامب قبل يوم يصرح قال العاصفة بالمنطقة قادمة على إيران وأتباع إيران، حتى على دول عربية أخرى العاصفة قادمة قادمة، الرجل قال بصريح العبارة ما يستحي ولا يخاف ولا يحترم أحد، قالها وهو راح يطبقها. أنت ما عدنا إحنا لا عدنا شعوب دائرة حقيقية ولا عدنا، هذا اللي صار السودان أيضا، أنا مو استهانة بالشعب السوداني. نعم. لكنه انه اكو مخطط جو العبايه ما حد يعرفه، مخابرات دوليه تشترك بكل العمليات، يقول لك تبدي نغير شوي شوي بالجزائر، بالسودان، مصر، بالعراق، بايران، نغير عندهم مخطط، هم مخطط قادم وجديد تغيير المنطقه باكملها بحيث هي تكون صاحبه الفضل عليهم، رغم انه كانت صاحبه الظلم والجور وصاحبه هذا كله يعود لها الفضل بعدين، هي على اساس تكون صحبة الفضل في تغيير هذه السياسات وهذه الحكام، هؤلاء الحكام بالمنطقة بأكملهم، هذا هو الحقيقة. أما تريد عبد الزوية يجي يريد يحكم لك، وهذا القرار مو بيد الأستاذ، لا وزير الدفاع الداخلي ولا وزارات أخرى، كلها مو بيده. لحتى الآن نطوع وعود، ايش قد وعود؟ وين القرارات اللي طلعت 6 أشهر؟ وين طبقها نفذها؟ كل شيء ما طبق، كل شيء ما نفذ، لأن هو موظف لا أكثر ولا أقل، يقوم بالواجب المناسب به بأكمل وجه، أنت مالك حق تصرف بأي شيء، وماكو أي حق لك أيضاً أن تتدخل بالسياسات الخارجية، ترى من هم ينطوا مجال بحيث يصير بطل براسهم براس العالم، لكنه بالكذب هو عبارة عن بطل، لا أكثر ولا أقل، ما يقدر يحل ويربط، ما يقدر يتحرك لا يمنى ولا يسرى، ولا يقدر يحقق أي شيء، والأيام القادمة راح تثبت صحة الكلام أستاذ، وراح تشوفون بعينكم العاصفة قادمة. قالها صاحب العصر والزمان دام ظله الشريف دونالد ترامب، وانا اشكرك. ابو عمر من السليمانيه كان معنا، شكرا لك. رساله على الواتساب يقول فيها تحيه مبروك من الامارات، يقول تحيه لك اخي عمر، يقول تحيه لصوت الحق الناطق بمعاناه العراق والعراقيين الشرفاء 13 عاما، هي مسيره قناه الرافدين كلنا عرفناها منذ اول يوم لها خطها مع رفضها للعمليه السياسيه ورفض الاحتلالين الأمريكي والإيراني على العراق، لأنها قناة ناطقة بلسان حال العراق العراقيين الشرفاء، وكذلك ترفض الحكومات المتعاقبة، وهي أيضا مع وحدة العراق أرضا وشعبا في وجه التقسيم والتمزيق والطائفية التي جلبها المحتل وأذناب وذيول إيران الذين أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية. الحل الوحيد هو بإزاحتهم وإيجاد ثل خير من الوطنيين الشرفاء لمنظومة الحكم الوطني. رسالة يقول فيها السلام عليكم، يقول نبارك لقناة الرافدين على تأسيسها، إن شاء الله تكون قناة حيادية وتنقل الأخبار الصحيحة، وأن تكون قناة لخدمة الشعب لا لخدمة حزب أو طائفة أو سياسي أو حزب سياسي
وأن لا تسمح للآخرين بالتجاوز على كل أطياف الشعب العراقي وتضبط المتصلين. يعني ضبط المتصلين صعب، ولكن نحن لا نسمح بأي تجاوز أكيد طبعا. رسالة من علي يقول: هل تعلمون ماذا قالت أمريكا للحلبوسي؟ قالت له: إذا لم تتعاونوا مع واشنطن فإننا قادرون على جعل برميل النفط ب10 دولارات. وعلى تصنيف الحرس الثوري كإرهابي أصبح رجال وأزلام مطلوبين. يقول: أين مقتدى الصدر؟ لماذا هو مختفي كما يقول؟ إذا لم يحدد عادل عبد المهدي موقفه من الولايات المتحدة الأمريكية فإن مقتدى الآن يحضر لخلع عادل عبد المهدي بدعم أمريكي كما يقول. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، إذا تحسب رواتب الشهرية اللي يأخذوها الفاسدين ورؤساء الوزراء من 2003 ولغاية الآن، من المالك لدورتين وعلاي والعبادي والجعفري لدورة واحدة، إذا تحسب كل هذه المبالغ بالمليارات ممكن إعادة تأهيل الكهرباء والخدمات وبناء مجمعات سكنية. وكذلك عبد المهدي راتبه الشهري أكثر من 80 مليون دينار عراقي شهريا عدا الصفقات. هل يستقيل؟ يتساءل أبو عمار من السويد. معنا اتصال أم عبد الله من بغداد. تفضل أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. تحية لحضرتك في الشريفة ولكل العراق الشريف. يا أهلا بيك. أستاذ، يعني احنا بنستعرض كل ما عاني الشعب العراقي، والله شبعنا استعراض، كل معاناة، كل قهر، كل دمار، كل ارامل، كل ايتام، شوارع ماكو، خدمات ماكو، سجون اكو، معتقلين اكو، لا احد شافهم ولا احد نظر عليهم. ومع هذا اني من احد يطلع استاذ، يعني احنا بالنسبه الى 75% من نفط العراق في المنطقه الشماليه يروح الى اسرائيل. طيب السبب ليش؟ ليش مسعود او اي شخصيه كرديه او حتى عراقيه، قصدي يعني سياسيه عراقيه، انه ليش يقومون بعمليه تمويل اسرائيل بالنفط؟ ليش؟ يعني غير لازم اكو مجازات للعمل اللي بيقوم به اسرائيل، انه احتضنت مسعود برزاني واحتضنت طلباني قبل، واحتضنت السياسيين الاكراد، احتضنت العراقيين السياسيين وهذول اهل العمائم واهل اللي يقومون بعمليه التكلم عن انه فساد مثل اياد علاوي، اختفاء مقتدى الصدر، ترى ماكو احد مختفي ولا تصور انه احد يعني مختفين عن الشعب العراقي، بس بالنسبه لانفسهم وبالنسبه الى تحقيق امانيهم وتحقيق اماني اسرائيل وتحقيق اماني ايران، ترى كلهم في حاله شغل دؤوب من اجل ايران واسرائيل. اسرائيل انا اهنيها لانه قدرت تلعب على الشعب العراقي وعلى الشعب العربي، انه راسا احنا نزعنا من اسرائيل، نزعنا ثوب العفه ونزعنا ثوب الكرامه ونزعنا ثوب التحرير، وبلبسنا هدوم كلها مقطعه الاوصال. ليش؟ لانه دخلت اسرائيل عن طريق المجتمع العراقي، دمرت المرأة. يعني هسه اسرائيل ام عبد الله هي اسرائيل اللي تقول عادل عبد المهدي او الاحزاب السياسيه لا تشكلون 4 وزارات؟ خلينا نكون واقعيين. يعني كلها والله كلها هذا، يعني استاذ هذا تصرف، انت لا تاخذ شيء، ترى احنا كل ام عبد الله ام عبد الله يعني نعم. اذا الجماعه اسرائيل تحكمهم، ها على ايش يدعون لعن الدين وكذا؟ خلي يقعدون ببيوتهم احسن، خلي يطلعون يقولون يابا اسرائيل تضغط علينا. ما معقول ام عبد الله، ام عبد الله ما معقول. احنا عندنا ايران، عندنا امريكا متحكمه بالملف. ايران واسرائيل يد واحده، اسرائيل وايران هي اللي حققوا اهدافهم، وانتهى الشعب العراقي، حتى الشيعة انتهوا، لا يقولون انه اكو شيعي اكو سني راح يعيد كرامه العراق، لا لانه عندنا احنا ترى اموال تصرف على السياسيين وعلى المؤيدين من السياسيين هو اللي حرق العراق. انا اشكرك ام عبد الله من بغداد كانت معنا. اتصال عبد الله من بغداد، تفضل عبد الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. طبعا كلام أم عبد الله جدا دقيق، وقبل سامي وكل إن شاء الله المتصلين والبعض منهم. فعلا يعني إسرائيل أمريكا عندهم مشروع بالشرق الأوسط عموما حتى يسيطرون عليه كله. وطبعا هذا يهدد العرب بصورة عامة، يهدد حتى تركيا، يهدد هواية من الدول. أي للعلم يعني كل ما عرف عند الشعب العراقي كله أنه الحكومة العراقية من 2003 لحد الآن كلهم عملاء. نعم عملاء. والعمالة طبعا منهم متعصب ولاء للطرف معين مثل إيران، ومنهم لا يعني يشتغل ويا إيران ويا أمريكا، يشتغل حتى إسرائيل وبعض الدول في سبيل مصلحته الشخصية وما يهم الشعب العراقي وغيره. هي هسه خلينا نقول الطابة والكرة بملعب الشعب العراقي، بالنسبة للشعب العراقي يقدر هو يقرر مصيره. يعني عادل عبد المهدي يقدر يشكل حكومة وقضاء نزيه ويحافظ على نفسه على القضاء من هاي الميليشيات، يقدر يعني يسوي انقلاب على الفساد بصورة عامة ويحقق دولة رصينة معترف بها لها سيادة. يقدر يسوي انقلاب على هاي الحثالة اللي هم يعني يمكن يشوفهم صعب يعني انهم مسيطرين عليها وكذا وخانقينه. يقدر يحقق مطلب الشعب العراقي ويدخل للتاريخ الأبيض من أوسع أبوابه، ويقدر للأسف يتراجع وينخذل مثل ما صار العبادي والقبلة ويتقتلهم الخوف، وبالأخير ما راح يتوفر النتيجة. والعراق راح الشعب العراقي راح يحاسبه، والتاريخ راح يحاسبه على هذا الخذلان. إذا يقدر يعني يحقق مطالب الشعب العراقي خير على خير، ما يقدر خليه يتفضل ينطل المجال الغيره. بس على الدول المجاورة يعني مثل هسه خوشة إذا تشتغل شغل على إيران السعودية والعرب بصورة عامة، إنه ما ينطون مجال الأمريكا، لأنه حتى لو أمريكا ضربت إيران هم راح تستفحل بالوضع. يعني أكو فت قضية كبيرة ذات انحاك، مسألة كبيرة. يعني نعتقد إحنا إنه بعض الملوك العرب الحكام العرب دي يسوون تطبيع لإسرائيل بالمنطقة. يعني أكثر من 100 سنة صار لها القضية الفلسطينية، مثل ما يقول الرقعة أكبر من الشق. بس يعني الشعوب لازم تحرك نفسها، يعني الفرد الواحد يقدر يعني يكون لبنى بهذا البناء للأمة، لأنه الفرد الواحد هذا يستهين بقدراته. إنما هاي القدرات إذا تنجمع تشكل كتلة كبيرة تصد أكبر تحدي وأكبر استهداف للأمة. نعم أنا أشكرك عبد الله من بغداد، كان معنا رسائل على الواتساب نختم بها حلقة هذا اليوم. يقول أخي أنت شايف دولة تحكمها إقطاعيات وعوائل، شوف المسؤولين كلهم إيدهم ملطخة بدماء العراقيين الأبرياء وبمال السحت الحرام، يرشحون للمناصب حفاة وبالنعل ويخرجون أصحاب شركات وأرصدة. رسالة يقول فيها تحية لك أخي عمر ولكل كادر قناة الرافدين، يقول كل الحكومات التي حكمت البلاد منذ 2003 وإلى الآن لم تقدم للعراق ولشعبه غير البؤس والشقاء والتحطيم وتدمير كافة مقومات الحياة. قد تكون حكومة عبد المهدي هي الأسوأ، فلا أمن ولا استقرار، وكثرة النازحين وكثرة السيول والفيضانات وانحدار الصحة والتعليم والصناعة والزراعة الخدمات وغيرها، ولم تحرك ساكنا أبدا، بل الأدهى من ذلك بلدنا الصحة والتعليم والصناعة والزراعة والخدمات، ويقول بل أدهى من ذلك بلدنا مدمر ومحطم، والحكومة تطالب الشعب بالتبرع لإيران التي هي سبب مشاكل ومآسي العراق، غير مهتمة الحكومة للعراق ولشعب العراق. وهذا الوضع لم ينجلي ما لم يتكاتف الشعب ويتظاهر بإسناد من الجيش أو لا يتدخل، وعندها سيتم التغيير، وإلا فإن العراق سيبقى ربما اليوم وضعه أفضل من يوم غد. أبو نور الحسن من بغداد. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول مضي 6 أشهر على حكومة عادل عبد المهدي التي لم تكتمل،
وما زال الصراع والسجال حول تشكيل واكتمال الحكومة واكتمال وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والعدل والتربية ما زالت دون تسمية وزير لها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.